السلام عليكم، اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الحليوه من الحليوه ديال حنا كنقولوها من ايام الزمن الجميل، وكنقولوا ليها بقلاوه. في ناس تقولها بحلاوه، في ناس تقولها بقلاوه، ولكن في الاصل سميتها بقلاوه، وفي ناس تسويها اذا هدى ما تتفلسف ولا منو اللي بيتسلف فلسف؟ ما تفلسف انا، يعني اسمها بقلاوه، انت سميتيها بحلاوه. انا ما اقولها بحلاوه، انا اقولها بقلاوه، هذه اللي عارفينها. في ناس تقولها بحلاوه هي. عمي، وفي ناس تسويها بالكاوكاو، يعني بالفول السوداني، وفي ناس تسويها باللوز بس. وانا اليوم حاعطيكم مقادير بس بدون 200 غرام و 100 غرام عشان الناس تفهم، زي انا مرات ما فهم بال 200. وهذا عندي 5 خواشيك كبار زبده، نعم، وعندي 4 خواشيك كبار سكر، وعندي كيلو لوز. اللوز هذا تراه خليني اقول لهم شو سويت. اللوز حطيت خشوبتين زيت، قشرته وحطيت خشوبتين زيت بدون شرب، ودخلته للفرن. اللي بيقليه يقليه عادي. وعندي هذه ديال الزهر، هذا ألزا، ها يعني سكر بنكهة زهرة البرتقال. يعني هذه الأشياء أنا كتفكرني في المغرب، توحشت المغرب. الله فكهم أنت. كيلو لوز قلنا صح، اللي يبغي كاوكاو يحط كاوكاو، يعني الفول السوداني. هذه الأشياء إحنا سالينا لها ديال الحشوة. وعندي نص كيلو طحين رقم واحد، وعندي نص كوب ماي زهر، وعندي شوية مليحة، وعندي خشوبتين باودر سكر ناعم، وعندي 4 خواشيق زبدة، وعندي خشوبتين زيت. الحين هتشوفوا هذه الاشياء، وهذا بس الخشوبتين زيت. هذا روحه، وهذا روحه. هذه الحشوه وهذا العجين. هذه الحشوه وهذا العجين وهذا العجين وهذا التزيين. وهذا التزيين. هذا اللوز نفس الشيء لكن مفلق. هو وهذا العسل. زين. الماء يمكن ما نستخدمه، يمكن نستخدمه. نص كيلو طحين رقم واحد، عندنا خواشيق زبده 4 كتسيروا بحال هكا تبسبسوا، وغنحطوا هذا الماء الزهر بحال هكا، ونصير نبسبس، يعني تبسبيس. في ناس شكون تقول لها انتم عمي؟ ما بعيان تبث يبثبثونه. وهذا المليحه بحال هكا، ريحه ملحه. والسكر الناعم هكا. كنبدا لازم هاد الزبده كلها وهالاشياء تدخل. ترى لين الحين ما حطت الماء، الماء عباره عن فنيال واحد. غنحط هاد الزويته تاع هي قلنا نباتيه، صافي. وكنبداو نبسبسو، حيت اصلا هاد العجين كتجي. هدى حاولي تكلمين بطريقه الناس تفهم. احيانا كل الناس يقول، هي اسجل انا، كل الناس يقولون لهجتها وايد صعبه، تقول يوم وياكم ترمز زين، ويوم في المطبخ تحيس ثمها. تكلمي اشارات العرب حق الناس تفهم لك، كملي الشغل. يعني انا الحين ما تفهم. هي لا تتكلمين لهجه مغربيه قويه، ما حد يقدر يفهم العرب الا المغاربه، فلذلك. لما تدخلون فيها الزبده والزيت والاشياء كلها اللي حطيناها، حصير اكب المي بشويش بشويش. ترى المي ما بوايد فنيال. بس وصير اجمع بحال هكا، وفي الاخر حوريكم كم. العجين لازم تكون بحال هكا القوام ديالها، كتجمعوها غير بصباعكم بحال هكا، وغنحطوها في بلاستيك حيت ما تتسدلكش هاد العجين. زين وخلاص. خلاص بعدين واحد 15 دقيقة عمي غنرجعوا ليها، غنروحوا للوز نسويه. الحين هي طحنت هذه. شوفوا ما طحنوا وايد، تخلوا شويه بحال هكا يتقرمش. عشان ينطحن لازم يحطون وياه سكر. سكر ها. بدون السكر ما ينطحن. يعني السكر على حسب، اخر شيء في السكر كوب، عشان هو حيجي فيه عسل. انا بس حاطه 4 خواشيق، يعني حد هذا 4. بس جهزه؟ ليش شو السبب ليش يحطون السكر هدى؟ عشان كيعطي واحد شويه ديال الطعم عمي، ويعلق شويه. والطعم عسب ما يتلصق في بعضه. وكيجي تمام. تعرفون انتم هذاك ترى في زيت، فعسب ما يلصق ويغدي روحه متشلوه، يحطون السكر عسب يغدي مبثوث به. ايوه شوف يجي بحال معلق شويه كيعلقوا. ها ايوه، هذا الحين كيلو كامل لوز محموس. كيلو هاي. احط الزبده قلنا 5 خواشيق في الكيلو. غير الزبده الاوليه. هذيك الحاله، هذيك مال الطحين عمي، وكنسير. هاك الطحين كانت. الحين خلطون هذا اللوز بالزبده. عشان تجمع لينا هذا اللوز مع الزبده. تسووا لي بحال هكا، خاص لازم ديك الزبده تدخل مع اللوز، دعكوها شويه بحال هكا بس تجمعوا. الحين هذه هي البقلاوه. يعني هذه الحشوه اللي غتكون داخل فيها عمي. ان شاء الله. ان شاء الله اذا الله اراد، وكملنا هذا الفيديو على خير وبخير. نبغى سيدي خر نيمك. الحين 40 ودي متضارب وياها والسبه هالفيديو. 40 ودي. هذه هي الحشوه ديالنا، يعني ديال اللوز كنحطوا بلاستيك هكا، كنحطوا بلاستيك من فوق، كنمشيوها باش في الاخير كيجينا ساهل.
بالضبط. شو بسويها هذه؟ هذه غير مش عمي غادي نرتبها حوريهم كيف حسب ترتب جيني على قد الطاوة باش بلا ما نتعذب معاها لما احطها. هذه هي الحشوة ديالنا يعني ديال اللوز. كنحطو بلاستيك هكا كنحطو بلاستيك من فوق كنمشيوها باش في الاخير كيجينا ساهل. شو بسويها هذه؟ هذه غير مش عمي غادي نرتبها حوريهم كيف حسب ترتب جيني على قد الطاوة باش بلا ما نتعذب معاها لما احطها. الحين انا رتبت اللوز بس حجي هنا العجينه اللي قلت لكم خليتها 15 دقيقه بحال هكا ها وكنقسموها على جوج لازم تكون مستويه يعني زي بعضها ولوها بحال هكا كمقاس نفس المقاس نفس المقاس تكون بحال هكا وتدحريها وتدحريها تدلقمها 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 ايوه بس هكا ونحطوها اللي ما عندها يدها النمونه ما تروم تدلجم اللي ما عندها يديها النمونه ما تدلجم ما بكفو لا 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 الدلجيم ما حد عيوبه انت لو تقبضين الحصه الان الحصه كنكري ما شاء الله حصن عزرائيله عز الله عزرائيل عندك شوفوا يلا اوريكم والنشا تكون جنبكم النشا هذا ليش شويه عشان نمشي بيها عندي خلا شوية ترتاح ليش نشا يعني؟ نشا عمي انت ما قلت ما قلت مكونات النشا ما يصير طاري عندك قلنا في الاول بس ما بحط الحين حاحط نشا الحين ليكم الاختيار تبون تسوون نشا تبون تسوون طحين انا كنفضل النشا عشان كتجيني العجين مورقة يعني والنشا هذا الطحين كينشف كنبقاو عليها بحال هكا شوف انا مسوده وتسي بعد مني علاش جاي عندي اليوم علاش؟ انت تبي تسوي حبيبي بعدين لا ما يصلح ملي كتمشيوها بحال هكا كنسوي لها انا بحال هكا كانها مسمنه مغربيه ها عشان تجيني العجين مورقه كنخليها ثاني ترتاح الاولى اللي فوق اللي تحت ها خليتهم 5 دقائق عشان طلع معايا العجين وحوريكم المرحله الاخيره وطوينا هذه كذا اللي فوق زي اللي تحت نفس العمليه وملي كتورقوها ليش انا سويت لها شيء هذا عشان تطلع مربعه معاكم مرتبه ها وغادي نشيلوها ونحطوها في الطاوه هاي الطاوه طالت عماركم حط عليها زيت شويه بس ونرتبها والله ولا سنتي زياده ولا سنتي غلط ولا شيء هذا عمي قول ما شاء الله عليك وما شاء الله عليا 7 صنايع والبخت ضايع اي والله الله رايد لنا النجاح ادعي لي ادعي لي الله نعم الله ان شاء الله ينجيه ادعي معايا الله ان شاء الله يوفقك ان شاء الله امين ادعي معايا اي والله الله يوفقك ان شاء الله بس هادشي هادي الدعوه الناس اللي كتبغي تدعي انت ريل ماشي ريل الله يوفقني انا قاعده الحين في الجامعه ادرس ادعي معايا من دعوه من الخاطر عمي ادعي معايا من خاطرك من خاطري؟ ايه هو هواي يا بو ثاني عشان كل شيء يجيني سهل يعني لما ورق الثاني احط الحشوه واحط هذه فوق خلاص خلصت السالفه سوينا هذه وسوينا هذه وسوينا الحشوه بس الحين انا حشيل شوف حشيل الحشوه نشيلها انا راحت الحشوه صارت لي حاره مع المطبخ حنا حار بس بداو ترتبوا فيها بالخشوقه أيوة. هكا انتم كطاطس هذه هي البقلاوه المغربيه يعني هاي الطريقه الاوليه يعني هذه البدائيه مش المال الموديل الجديد يعني الاولين الناس الاولين بحال هكا كانوا كيديروا لها كان لا 50 غرام ولا 100 غرام كانوا غير كيعيروا عينهم ميزان الحرمه اللي تكون شاطره في العجين عينها ميزانها في العجين خلاص شوف انت العجين حتى انت نفس المثل هذا عينك ميزانك ايه عينك ميزانك والله عينك ميزانك عمي في كل شيء لا في الملح ولا في كل شيء 50 غرام و 60 غرام و 100 غرام و 300 غرام ليش ان شاء الله خير شوفوا ها الله حمود يا الله حمود ها سهله جبتها لاصقه وتسكت شويه حمود شوفوا وهذا الجو كنرتبو وكنشيلو الجوانب ها نتوما العجين اللي شاطلي وبس هالقطعه اللي من هنايا شوفوا بس ترسموها في الاول زي كذا عاد تبعوا تقطعوا الحين عمي مو مرتبه ها عينك ميزانك ها كاني مسطره عليهم ها كتبداو بحال هكا عاد كتكملوا تقطيع بحال ما يقصونها مره واحده في ناس سواها كبيره في ناس سواها صغيره ولكن في الاول حسب الرغبه
في الاول عمي كانت تتسوى صغيره، هذه ما كانتش كبيره، عشان تعرف ايام اول اللوز وهذا كان شويه من الحلويات الغاليه. خلصنا اللي على الطول والحين اللي على العداه، ولكن شوي شوي لازم قاعدون ها شوي ها شوي عشان ما ما تخلص كامل. بتسويها بتقطعها بالطريقه ريحتها والله العظيم بعدها ما دخلت الضوء، وريحه مزهر وريحه اليوز اللوز المحموس تضرب في خمره الراسي على راسي في القرحه ان شاء الله. والله انت والاشياء كلهم حفظناهم. المطبخ اذا كان حار ونشفت العجين ترى اللوزه ما تلصق، وطريقه اللوز كيف يتلصق تعالى عندي عمي هنايا، ما تحطوها زي كذي وبس، ها هذا كتدقوه في اي بسكوت شويه وتسوي كذا عشان اللوز يلصق. شوفوا البهاسه، ايه شوفوا ها، شوفوا اللوزه ها وتحطوها، ماشي تجي وتحطوا ها هاللوزه وتقعدوا تضغطوا لغايه ما تخربوا البسكوت، اي بسكوت ها ايوه ها. عشان تمسك ايه لازم مخ بابا، ما في مخ ما في شيء. جيبوا اللوز خشوقة زبدة ورجعتها زي كده، يعني تصير بنية وتشخلوها في المشخلة بس من فوق هاك، من اللي بغيو ندخلوها للفرن حلاها فتمشيو بي هيا كلها من فوق ها. يدي لا خلا من اسمك ابوي انت، بس ندخلوها للفرن على درجة الحرارة 180 من تحت 170 عشان شوي شوي عليها. هي فوق تحت الفرن ولا بس تحت عمي وغايز ما تصير مقرمشة نشغلو عليها من فوق. من بعد ما سوت من تحت طلعنا على فوق، لازم تكون حمرة شوية، حتى من تحت لازم تكون حمرة بحال هكا. الحين حصب عليها العسل، نص قرشة عسل صبت عليها، عسل سدر عسل سدر ولا عسل زهور اللي يبان، احنا حطينا عسل سدر. شوفوا وغادي ندخل نص قرشة بالضبط لو ثلثينها بعد ها شبيع يغرجون تغريج حتشرب هي هذا الشيء كله حتشرب، وما زال خاصة هي المفروض كل كيلو فيه كيلو عسل. زين الحينة شوفوا انا طفيت على الفرن حخليها كذي لين متى؟ شوية بس خليها الحين شيء ضو ولا ما شيء ضو؟ ما في ضو نهائي بس مكان دافي عشان العسل ثقيل شوية ينزل كله. هذه طلعت عماركم البقلاوة اللي سوته ذا طعم غريب عجيب لذيذ فنان، لا صار ولا استوى فوق عن الزين، وناطي ناطي ناطي وطعمها ناطق غير نمونة، شيء لا صار ولا استوى عجيب. أنا يوم شفت مكودة منه في مكودة يميع العسل قلت بي غادي ما بغاوي، لا لكني عجب العجاب شيء فنان وزين. وحتى إذا شوفوا ما في ولا ما في أشياء كثيرة عمي صح، بس كيلو لوز وايد لذيذ وايد لذيذ.